تمكنت فرقة مكافحة المخدرات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية الطارف من تفكيك عصابة إجرامية تنشط في مجال الاتجار بطريقة غير مشروعة بالمخدرات، أين مكنت العملية من توقيف 3 أشخاص متورطين مع حجز أزيد من 2.5 كيلوغرام من الكيف المعالج، مع حجز كذلك مركبات تستعمل في نقل وتخزين هذه السموم.